النبي العربي. عائلة خراط هي المولوية، طريقة المولوية فيها تقريباً من أكثر من 100 سنة، من عم أبي وجده الأبي، صار تقريباً 100 سنة. هلأ أكبر واحد بعائلتنا هو عمره 85 سنة، اسمه عبد الوهاب أبو محمود، عبد الوهاب الخراط هو أكبر واحد بالمولوية هلأ تقريباً عمراً، وأصغر واحد هو أنس ابني عمره 3 سنين. كنا نسافر، ما خلينا دولة بالعالم لا أوروبية ولا عربية الحمد لله، وطرحنا هاي المولوية حتى إذا بدك أكثر من الأتراك السوريين. هلأ بهالأواني الأخيرة صرنا نشتغل بسوريا فقط، وارتكازنا الأقوى هو على موضوع رمضان. شوي فعال، أيوة. واحدة أعلى من واحدة، اليمين أعلى من اليسار، تمام.